السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الامور ديالكم كلها تكون بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو كما جرت العادة نصليو على نبينا قبل ما نبداو. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. الا كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة، معكم إلهام من قناة إلهام مغربية في مصر. الا عجبكم محتوى القناة ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس، والمشتركين الزوينين ديالي اللي كنحماق عليهم ما ينساوش يخليوا لي لي جيم والتعليقات المحفزة اللي كتفرحني وكتسعدني دائما. الله يسعدكم ويحفظكم ويخليكم ليا والهلا يخطيكم عليا. المهم مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة. كيف ما كتشوفوا راني كنوجد الفطور ديالي، درت واحد الفطائر ولكن هنا راني مازال ما ذقتهمش. قلت حتى الى جاء المذاق ديالهم زوين وصادقين ديك الساعه نشاركهم معاكم، فذقتهم وجاوا غزالين وتسناوني غراني غادي نعطيكم الطريقه في الفيديو. هما راه ماشي فطائر ديالي، لقيت كلشي كيهضر عليهم في اليوتيوب وقلت راه حتى انا نجرب، وإلا كانوا المشتركات ديالي باقي ما جربوهمش نشجعهم الا صدقوا طبعا، وبالفعل صدقوا زوينين. المهم بينما الفطور وجد اجي ندردش معاكم. بصراحه ولات واحد الحاجه مستفزه بزاف وكثرات ودايره لينا الهضره، او بمعنى اصح الناس بداو كيعايروا المغربيات اللي في مصر. علاش؟ اول حاجه الزواج او الحلال حتى شي حد ما يقدر يحرمو او يمنعو، ولكن كثرات في الفتره الاخيره ان البنات ولاو كيستسهلوا وكيهزوا الشنط ديالهم وكيجيو كيتزوجوا في مصر. انا ما غاديش ندخل في الحوايج اللي كتخصهم، هذيك حريتهم، ولكن من حقهم عليا كاخت في الاسلام انني نعطيهم نصيحه. زائد ان ديك الحريه ديالهم ولات كتمسنا حنا المغربيات ديال مصر، ولينا كنسمعوا الهضره بسبب غادي نقول لهم مباشره ما تجيوش البنات تزوجوا في مصر، ماشي ما تزوجوش من رجال مصريين لا حاشا، ولكن ما تجيوش ديروا العقد ديالكم في مصر. غادي نقول لكم علاش. اول حاجه حنا التقاليد ديالنا المغربيه معروف ان الرجل هو اللي كيمشي عند المرأة ويطلب يدها ويتفقوا ويجي ياخدها من دار باها، فهذه هي عادتنا وتقاليدنا. كنعرف بنات جاو وتزوجوا في مصر وصدق لهم الزوج لا عمرها دار، ولكن هما بينهم وبين نفسهم راه عرفوا انها مخاطره، وكيحمدوا الله انهم الحمد لله ربي يسترها معاهم، الله يوفقهم والله يسعدهم، ولكن ماشي دائما المخاطره كتصدق سالمه. فرجاء انا البنات ما تهزوش الباليزه ديالكم وتجيو لمصر. انا قلت لكم اول سبب، ودابا غادي نقول لكم ثاني سبب اللي هو اهم من العادات والتقاليد. باش انك تزوجي راه خص ضروري السفاره تعطيك واحد ورقه اللي هي عدم الممانعه، السفاره ديالنا هنايا في مصر، والسفاره راه ما كتعطيش ديك الورقه لاي واحد. الخطيب ديالك الا عنده الاوراق مقادين وكلشي راه السفاره غادي تعطيه الفيزا وغادي يجي يتزوج بك في المغرب. الا قال لك لا اجي نتزوجوا هنايا في مصر وراه السفاره ما بغاش تعطيني، عرفي بلي شي حاجه في الاوراق ديالو ماشي هي ديك، بحال مثلا انه مزوج زوجة ديالو ما بغاش تعطيه موافقه. المهم لعده الاسباب السفاره راه كتدرسهم في دوك الاوراق اللي كتطلب منه باش تعطيه الفيزا. لهذا راه السفاره ديالنا هنا في مصر ماشي كتعقد الزواج غير حيت هي ما باغاكش تزوجي، هي راه ما كتعرفش حتى شي وحده من المغربيات شخصيا باش تمنع عليهم انهم يتزوجوا بمصريين. لا، هي راه كتضمن الحقوق ديالك كمغربيه. ومن كثرت المشاكل اللي كتشوف السفاره بين المغربيات والمصريين ولات كتشدد وكتدقق في الاوراق اللي كتطلب من السيد او الخطيب اللي غادي يمشي يتزوج مغربي. الا جيتي لمصر وما عطاتكش السفاره ديك الورقه يقدروا غادي يقترحوا عليك الناس انك تمشي تزوجي عند محامي او تزوجي في وزاره العدل او الله اعلم الطريقه اللي غادي تزوجي بها. ولكن راه واخا تزوجي بدوك الطرق الا ما عندكش ورقه عدم الممانعه او الموافقه خاص ضروري السفاره ديالنا تعطيك ديك الورقه، ولا ما عطاتها لكش وتزوجتي باي طريقه من الطرق راه ما يمكنش تطلعي واحد العقد زواج مغربي، وما يمكنش الزواج ديالك يكون معترف به في المغرب. وبزاف ديال الحقوق في هذه الحاله هذه غادي تضيع، منها انه ما غاديش يمكن ديري الجنسيه لوليدات ديالك وتطلع لهم باسبور مغربي، وكذلك الزوج ديالك ما غاديش يدخل المغرب على اساس انه زوج مغربيه، الا دخل غادي يدخل السياحه، وغادي تضيع بزاف 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 ديال الحقوق. لهذا رجاء اللي بغات تزوج
الزوج بالطريقه ديالنا، وتاكد انه ما كاين حتى شي مشكل. في حاله ما اذا تسدات كاع الابواب في وجهكم وانت كنتي متاكده من داك الشخص، ما تهزيش الباليزه وما تجيش تزوجي بوحديتك، جيبي الاهل ديالك، خليه يحجز لك والاهل ديالك، ويجي وشوفوا الامور كيفاش دايره وتعرفوا عليه، وديك الساعه ممكن تقرروا الطريقه اللي غادي تزوجوا بها. ولكن باش تجيب بوحديتك وباليزتك بصراحه راه ماشي شي حاجه زوينه في حقك. هذه كانت نصيحتي لكم، كنتمنى تقبلوها بصدر رحب. انا قلتها غير خوف على المغربيات، وكذلك ولينا كنسمعوا بزاف ديال الشتائم بسبب ان بعض المغربيات كيستسهلوا كيف ما قلت لكم. الحاجه اللي كتجي بالساهل عرفي انها غادي تمشي بالساهل، وغادي يكون ساهل على الانسان انه يتخلى عليها. فرجاء نعززوا نفسنا ونديروا جميع المحاولات ونخليوا ديك الحل هو اخر حاجه. وكما قلت لكم مادام الاوراق مضبوطه وكل شيء هو هذاك، راه السفاره عمرها ما غاديش تمانع او ترفض لمجرد الرفض. وردوا البال انكم تمشيو تزوجوا بشي طريقه اللي هي ماشي قانونيه باش تحافظوا على الحقوق ديالكم. ودائما الاستخاره، وما تنساوش ان الحاجه اللي كيباركوها الوالدين راه هي اللي والحاجه اللي بقاو حتى علقوا عليها الوالدين عرفي ان القضيه فيها ان. وما تنساش ان 7 ايام ديال الباكور راه دغيا كدوز وما كيبقى غير صح والمعقول. الله يحفظكم والله يستر لكم ويدير لكم اللي فيها الخير. هادشي اللي كاين دابا غادي ندوز باش نوجد معكم دوك الفطائر اللي فطرت بهم، راه كيجي الطعم ديالهم غزال. ومن داكشي للفطائر كنحتاجو كاس ديال الدقيق. هاد الكاس هذا راه بعبار ديال كاس العنبه. غادي نغربل الطحين طبعا. غادي نزيد كاس ديال السميده، دائما كنعبروا بنفس الكاس. غادي نزيد معلقه ديال السكر سنيده. السميده هنايا هي السميده الرقيقه او الدقيق ديال البسبوسه. غادي نزيد معلقه ديال الخميره الفوريه، الا كانت الخميره المعجونه ديروها. وعندي هنايا معلقه صغيره ما عمرهاش ديال الملح. وغادي نزيد جوج ديال الكيسان ديال الماء دافي، غير دافى البنات ما يكونش سخون بزاف. وهذا الكاس الثاني، وكنخلطوا المكونات ديالنا بهذا الشكل هذا. ومن بعد كنخلطوا المكونات في الخلاط الكهربائي. من بعد ما خلطت الخليط في الخلاط الكهربائي تقريبا واحد 3 ديال الدقائق حتى ولاو فيه الفقاعات، رجعته للاناء. ودابا غادي نزيد عليه البيكنج باودر او الخميره ديال الحلويات ما يعادل جوج خمارات حمراء. كنخلط الخليط ديالي حتى كيتجانس مع هاد الخميره هادي. ومن بعد كنغطيه وكنخليه يخمر واحد تقريبا 30 دقيقه. العجينه ديالي كيف ما كتشوفوها هي خمرات. دابا غادي نبدا نطيبها. غادي نطيبها في هاد جوج مقلات. غادي تشوفوا معايا دابا الطريقه كيفاش دايره. اول حاجه كندهنوا المقله ديالنا بالزيت، الزيت ديال المائده، وكناخذوا مغرفه من هذا الخليط وكنخويه في المقله، وكندهنوا المقله الاخرى اللي كنكونوا حاطينها حتى هي على النار، وغير كتبدا تشد لينا هذه راسها. كنقلبوها في المقله الاخرى كيف ما كتشوفوا معايا هانتوما، وكنخليوها تطيب من الجهه الاخرى. غادي نعاود معاكم. دائما كندهنوا المقله ديالنا، كنزيدوا مغرفه ديال الخليط في المقلات. بغيتوا تقلبوها في نفس المقله لكم الاختيار، انا الطريقه هذه جاتني سهله. نشوف هذه هانتوما كيف ما كتشوفوا كتجي غزاله حتى في الشكل ديالها. وكنحيدوا الفطيره ديالنا نحطوها في الطبسيل. هانتوما كيفاش جات من داك الشيء. ودا
دابا غادي ندوز باش نوجد الغديوه ديالي وغادي نشاركها معكم. غادي ندير اليوم طاجين ديال الكواري ديال الكفته اللي كيكون بالرز. هاد الاكله هذه عزيزه عليا بزاف، ماما كانت كديرها لينا وكانت كتعجبني، اللي كنوجه لها التحيه من هاد المنبر. الله يخليها ليا ويخلي لكم الامهات ديالكم ويحفظهم، وللام ديالها متوفيه الله يرحمها ويجعلها من اهل الجنه. المهم يلا ندوزو للطريقه. كندير شويه ديال الملحه، واحد الدبانه لاصقه فيا من الصباح ما عرفتها منين دخلات. نسيت ما قلت لكمش هنايا راه عندي السردين محيده ليه القشره ديالو، عقلتو باش كنت شاركت معكم السردين كفته بالطريقه ديال الوالد ديالي. كنت درت السردين ولكن ما كنتش مقشراه وقلتوا لي خصك تقشري. في الصراحه ملي كنطحنوه مع البصله ودوك التوابل راه ما كيتبقاش باينه ديك القشره ديالو، كيولي اللون ديالو فاتح، داكشي علاش ما كنقشرش. المهم درت الملحه، غادي نزيد شويه ديال الكمون، غادي نزيد شويه ديال التحميره، شويه ديال السكنجبير. ماما ما كديرش سكنجبير، هذه غير زدتها من راسي. وغادي نزيد شويه ديال الخرقوم وشويه ديال القزبر ناشف، غادي نزيد شويه ديال الابزار حتى هو ماما ما كديروش. هو اصلا السردين تقريبا كي اهم حاجه فيه هو الكمون. وهنايا زدت شويه ديال السودانيه، وغادي نزيد شويه ديال الثومه، وهنا عندي القزبر والمعدنوس غادي نزيدهم حتى هما، وغادي نزيد عصير ديال الحامض. وصافي هذه هي التتبيله ديال السردين، دابا غادي نطحنهم. والسردين ديالنا ها هو تطحن، غادي نخويه هنايا. وهنا عندي الرز المسلوق نص القف، شويه ديال الماء والملح. غادي نزيد الرز ديالي على السردين، غادي ندير الكميه اللي تكفاني. ودابا غادي نستخدموا الايادي كالعاده. المهم خلطت الرز مع الكفته، المهم غادي نخليهم جانبا وندوز للطاجين. وهنا خديت الطبسيل ودرت فيه نفس التوابل اللي درت في الكفته ديال السردين، الخرقوم، الكمون، شويه ديال البزار والسكنجبير، التحميره، شويه ديال القزبر ناشف، الملحه، والثومه، والقزبر، والمعدنوس. دابا غادي نزيد شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نزيد شويه ديال الطماطم المحكوكه، ومعلقه صغيره ديال الطماطم المركزه. كنخلطوا العناصر وكنخليوهم جانبا، وكناخذوا الطاجين ديالنا. وهنا عندي خيزو وبطاطا اللي سلقتهم من السلقه، غادي ندير تفريشه ديال خيزو من التحت وفوق منه تفريشه ديال بطاطا. الكاميرا كانت واقفه، خديت هاد الماء هذا اللي سلقت فيه بطاطا وخيزو، زدته هنايا على هاد لاصوص هادي، وكنسقي البطاطا وخيزو. بغيتو ما طيبوش بطاطا وخيزو نص طيبه، بغيتو تحطوهم مباشره في الطاجين، طيبوهم هما الاولين واحد شويه عاد ديروا فوق منهم الكفته. ودابا غادي نكور السردين ديالي ونديرو فوق بطاطا وخيزو. وكنزينها بشرائح ديال الفلفله كيف ما كتشوفوا معايا. وصافي الطاجين ديالي كيف ما كتشوفوها هو، دابا غير غادي نغطيه ونحطو باش يطيب. Thank you.
اللي غادي ندير زعلوك، ولكن غادي نديرو بالطريقه ديال ماما، وغادي نشاركو معكم، وربما شي وحده من الاخوات تكون ما كديروش بهذه الطريقه فتجربها، كتجي سهله وكيجي زعلوك بنين. انا في الصراحه مولفه كندير الطريقه ديال انني نشوي زعلوك، عاد ندير ليه التتبيله ديالو. عندي هنايا الدنجال وفلفله، بغيتو تكتفيو غير بالدنجال ماشي مشكل. المهم انا هنا درت الدنجال وفلفله، الا كانت عندكم فلفله حمراء ديروها راه كتجي زوينه معاه. وفي الاصل الزعلوك ماما كديرو في الكوكوت، انا عندي الكوكوت كبيره فقلت غادي نديرو في هاد الطنجره هادي. اهم حاجه الطنجره تكون كتسد مزيان، ما تكونش كتخرج البخار. بغيتو ديروها في الكوكوت فهو افضل. غادي نزيد الثوم والقزبر والمعدنوس، ودابا غادي نزيد التوابل. غادي ندير الكمون، غادي نزيد شويه ديال التحميره، شويه ديال الملح، وشويه ديال السودانيه بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم السودانيه. وغادي نزيد الزيت، سواء زيت الزيتون سواء مخلطه مع زيت المائده، وصافي. ما غاديش نخلط التوابل باش ما ينزلوش لتحت ويتحرقوا، لحقاش ما غاديش نزيد الماء، غير غادي نغطيها وغادي نخليها طيب فوق نار مهيله. هانتوما الزعلوك كيف ما كتشوفوا تقريبا راه طاب بلا ما نزيد ليه لا ما لا حتى شي حاجه، طاب في داك الماء ديالو، ها هو باقي الماء ديالو فيه كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نبدا نمعش فيه او نزعلك فيه ونخلط دوك التوابل. ما تغفلوش عليه البنات، راه دغيا دغيا كيطيب. المهم غادي نبقى كنمعس فيه، والطريقه ديال زعلوك راه المغربيات كلهم عارفين، لحقاش هذا طبق مغربي 100%، كلنا في المغرب كنعرفوه، ما كاينش شي بيت مغربي ما كيعرفش الزعلوك. المهم خليكم معايا ما تمشيو فيه. هذه كانت الغديوه ديالي، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. الزعلوك اللي حضرنا مع بعضياتنا بطريقه سهله وسريعه، والزيتون اللي كنت شاركت معكم الطريقه ديالو، والعصير كيف ما كتلاحظوا درت اتاي. احمد جلقاني دايره الطاجين، قال لي ضروري بغيت اتاي فلبيت النداء، ولكن والله الا جا واحد اتاي من داك الشيء داك ناريات اللي عقلته، قلت لكم انا اتاي ما كيصدقش ليا، ولكن هاد المره جا معتبر وعجبني اتاي ديالي. وهادو بطبيطات صنع منزلي كانوا عندي، سخنتهم و
درنا الجليسه المفضله عند احمد كيعجبو يجلس على الارض. ايوا المهم كندير ليه خاطرو، ولا تقولوش انني ما مهلياش في المصري كيف ما كتوصوني دائما. المهم هنا كنكون وصلت للنهايه ديال الفيديو ديالي. شوفوا اتاي بالرزه من داكشي عجبني هاد اتاي. المهم ما تنساوش تخليو ليا لي جيم ولي كومونتير زوينه بحالكم، واللي باقي ما اشتركوش في القناه يشتركوا ويفعلوا الجرس. وبسلام عليكم.